بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في درس بسيط جدا عن تجنب تعرض الحامل للمخاطر، مثل تجنب تعرض الحامل للأشعة دون استخدام العازل الرصاصي، وأيضا تجنب حدوث ارتفاع حرارة جسم الحامل عند الحد الطبيعي، لأن الأشعة أو الارتفاع الكبير في حرارة الجسم المرأة لفترات طويلة جدا قد يؤدي إلى ظهور تشوهات عند الجنين، مثل عدة أمراض جدا، مثل شق الشفة وقبة الحنك وشفة الأرنب، وكذلك أيضا قد تحصل تشوهات في شكل الأسنان، وقد يحدث أيضا نقصان في عدد الأسنان أو زيادة عدد الأسنان في المستقبل. وأيضا يجب على الحامل أن تتجنب تناول الأدوية دون استشارة طبيب يعني طبيب متخصص أو صيدلي متخصص، لأن بعض الأدوية مثل يعني بعض العقاقير قد تؤدي إلى ظهور تلون في أسنان الطفل فيما بعد، وقد تسبب تشوهات في الجسم، وقد تسبب طفرات جينية للجينات، وقد تسبب عدة أمراض. وأنا أنصح المرأة بالاهتمام في هذا الموضوع وعدم إهمال أي جانب من جوانبه. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.